البداية اليونان منذ فترة طويلة ويعني وضعت على الطاولة جميع الإجراءات التي يمكن أن تحافظ بها على حقها وتوقف بها انتهاكات تركيا لسيادتها في منطقة شرق البحر المتوسط. وبدأت يعني كان هناك تلويح بالخيار العسكري منذ فترة، وكان هناك تلويح أيضا بتحركات دبلوماسية، وكان هناك أيضا يعني التلويح بالتحرك على الصعيد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة فرض عقوبات على تركيا. وأخيرا يعني اليونان تتحدث عن إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدولية لحل هذا النزاع، وهي كل هذه الخيارات تؤكد أن اليونان في موضع قوة، وتؤكد أن بالفعل تركيا يعني تخالف كل القواعد القانون الدولي كما اعتادت يعني في كثير من الملفات، ليس الملف اليوناني فقط أو ملف المياه في شرق البحر المتوسط. لكن أعتقد يعني من تتبع التصريحات من المسؤولين اليونانيين في الفترة الأخيرة، الحديث دائر في مرحلة في إطار العقوبات الأوروبية، وأيضا يدور في إطار اللجوء إلى المحكمة الدولية أو اللجوء إلى مجلس الأمن. وهذه أمور تشير إلى تراجع نسبي في لهجة الحديث عن الخيار العسكري، لأن اليوناني أعتقد من حوالي شهر تقريبا أو شهر ونص كانت لهجة التصعيد أو التلويح بورقة الخيار العسكري عالية جدا، وده إن دل على شيء يدل إن إلى حد ما لجوء اليونان أو تهدئة اللجنة باتجاه عقوبات وباتجاه لجوء إلى محكمة أو باتجاه لجوء للقضاء الدولي يدل على إن هناك تراجعات تركية حدثت بالفعل في الفترة الماضية تحت تأثير الضغط الاقتصادي أو الأزمات المشكلة الاقتصادية اللي بتواجهها تركيا في الوقت الحالي، وكذلك تحت تأثير الإخفاقات المتواصلة للرئيس التركي على صعيد السياسة الخارجية. التصريحات المختلفة لليونان تؤكد أنها في موضع قوة، أن كفتها هي الأعلى في الوقت الحالي. وأعتقد يعني أكثر ما يدعم الموقف اليوناني هو أن احنا نقترب إلى نوع من التوحد الأوروبي حيال مسألة فرض عقوبات على تركيا، يعني قد لا تكون بالقوة الكافية لردع تركيا، لكنها على الأقل تحمل رسالة بأنه لن يكون هناك سكوت أمام ممارسات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط وما يرتبط بهذه المنطقة. طيب سيد محمد، النظام التركي لطالما يرد على هذه الحوار دعوات الموجهة إلى بلاده للحوار طبعا بالتصعيد والاستفزاز، لماذا تركيا تتخذ هذه المواقف دوما تجاه هذه القضية؟ أنا بعتذر، أنا عندي مشكلة صوت بعيد جدا. نعم كنت أقول لك أن يعني تركيا لماذا دائما يعني ترد على الدعوات الموجهة لبلاده من أجل الحوار بشأن قضية أو منطقة شرق المتوسط، دائما ما ترد بالتصعيد والاستفزاز، يعني ما سبب اتخاذ تركيا هذه المواقف دوما؟ لأن النظام التركي في الفترة الأخيرة نتيجة الإفلاس الداخلي أمام شعبه هو يلجأ دائما إلى فكرة إثارة المشكلات الخارجية. يعني تخيلي لو لم يكن هناك مشكلة في الوقت الحالي لأردوغان مع اليونان، أو يعني يصور أن هناك مشكلة مع اليونان ويصور أنه يعني في مشكلة في ليبيا ويدافع عن حقوق شعوب مفقورة ويدافع عن، تخيلي لو كل هذه الأمور التي أفعلها أردوغان بدعم وجود عدو خارجي او مؤامره على تركيا القويه، تخيلي لو كانت هذه الامور لا توقف فاين ستكون شرعيه اردوغان؟ هو افلس داخليا امام شعبه بفعل سياساته التي قامت على انتهاك الديمقراطيه وانتهاك حقوق الانسان، ثم يعني ما زاد الصين بالله ان يواجه ايضا ازمه اقتصاديه غير مسبوقه هي الاكبر منذ سنوات طويله. هو دوما يعني يتجه الى تحريك ازمات خارجيه، ان لم تكن هناك ازمه سيختلط ازمه والازمه والازمه، لانه يلعب دوما على فكره اشغال شعبه بان هناك يعني من يتربص بالوطن، بان هناك من يتربص بتركيا القويه كما يصور هو. وهي يعني عاده اي نظام اتجه الى القنوات الدكتاتوريه، الحديث دوما عن العدو الخارجي. فهذه لعبه اردوغان التي يعرف يعني كيف يلعبها. واعتقد ايضا يعني برايي الشخصي هو ينفذ بعض الاجندات في هذه المنطقه، وانا يعني دائما اقول ان الولايات المتحده الامريكيه تراقب كل ما يحدث في منطقه شرق البحر المتوسط، وبالتاكيد هي لها مصالح. ونحن نعلم جيدا ان تركيا هي حليف لامريكا، ويعني لا يستطيع احد يعني ان يلزم تركيا بشكل حقيقي الا من خلال الولايات المتحده الامريكيه.
حتى لو بدت هناك بعض التوترات على السطح، لكن نعم وضحت الفكرة السيد محمد حسن عامر، شكرا لك على هذا التوضيح. كنت معي مباشرة من القاهرة باحث وصحفي مختص في الشأن التركي.